وسهلا على كل حبايبي، يا رب دايما تكونوا بألف صحة وخير. تعالوا بقى نشوف حلقة ماجد المصري مع برنامج خلي بالك من فيفي. طبعا فيفي عبده استقبلت ماجد المصري في الفيلا بتاعتها. فجأة سمعوا صوت انفجارات شديدة جدا، وماجد المصري قعد خاف وكان قلقان جدا بسبب الانفجارات ديت. فجأة فيفي عبده قالت للخادمة تعالي عشان تقدمي مشروب. الخادمة طلعت عشان تقدم المشروب، فجأة بصوا القهوة وقعت على الأرض. ماجد المصري اتخض اكتر وسمع صوت انفجارات تاني، فرفع ايده بالشكل دوت. وفجأة الخادمة وقعت على الارض والصينية وقعت من ايديها. اما ماجد المصري متضير وقايم يساعدها عشان تقف تاني، هو وفوفي عبده بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. والخادمة راحت واخدة بعضها وداخلة جوه، بس طبعا كانت عاملة نفسها ان هي تعبانة يعني. فجأة باب الفيلا، باب الجرس الفيلا رن يعني. قامت الخادمة راحة فاتحة. الست الروسية اللي ساكنة في بيت جنب فيفي عبده دخلت وقعدت تزعق وتشتم فيفي عبده. فيفي عبده قالت لها اسكتي وقال لها هضربك وامشي اطلعي برا. ماجد المصري كان طبعا بيحوش فيفي عبده، قال لها استني استني ما تتسرعيش، احنا هنطلب البوليس، ما تتسرعيش وما تتخانقيش معاها بالشكل دوت كده. راحت الست الروسية جاية وضربة ماجد المصري في كتفه. ماجد المصري اتضايق جدا واتغاظ من الحركة ديت، وقعد يقول لها اللي انت بتعمليه ده، وكان بيبص لها بصة انتقام يعني، كان عايز تقريبا يضربها. وراحت الخدامة واخداها ومطلعها برا الفيلا خالص، واخدة الست الروسية دي وطلعتها برا الفيلا. وطبعا فيفي عبده كانت عمالة تزعق وتشتم. ماجد المصري قال لها انا هطلب لك البوليس، ماجد المصري قال لها انا هطلب لك البوليس لو ما مشيتيش من هنا. راحت الخدامه واخداها ومطلعها بره الفيلا خالص بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. فيفي عبده قلعت الدهب بتاعها وحطته على الترابيزه. وطبعا اتشغلت مع الخناقه اللي كانت حاصله ديت هي وماجد المصري. وفجأة البنت اللي مع في عبده أو بتساعد في عبده عملت نفسها إن هي خدت دهب فيفي عبده وحطته في شنطتها من ورا فيفي عبده. فيفي عبده راحت تاني عشان تشوف الدهب على الترابيزة، ملقتوش. قالت إيه ده، الدهب راح فين؟ واتهمت طبعا البنت اللي معاها أو المساعدة المغربية اللي معاها، قالت لها أنت اللي خدت الدهب في شنطتك، كانت شنطتك أفتشها. ماجد المصري قال لها عيب كده يا فيفي عبده. راحت فيفي عبده وقع على الأرض وأغمى عليها بالشكل اللي أنتوا شايفينه دوت. بسرعة ماجد المصري والمغربية اللي كانت مع فيفي عبده قعدوا يفوقوا فيفي عبده. وقال للخادمة بسرعة هاتي مية. ماجد المصري حاول كذا مرة انه يفوق فيفي عبده، وطبعا كالعادة فيفي عبده بتقوم في اخر المقلب وتقعد تزغرط بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. ماجد المصري طبعا هيقعد يضحك مع فيفي عبده وهيقول لها تعالي نتصور صورة سيلفي مع بعض. ده طبعا كانت نهاية المقلب بتاعنا يا حبايبي. ياريت ما تنسوناش في لايكات وشير وسبسكرايب. مع السلامة.